خلينا نخص وخصص التهابات ايضا هو فيما يقود احنا نركز اول حاجه انا كنفضل كل الاسئله اللي غير مروقه لها فيما يخص مدينه طنجه اما المسائل الشخصيه والتهابات وهذا الله يسامح كل واحد حنا شي حاجه شي مشاريع مستقبليه جديه في الاعمال شنو غتنجز مدينه طنجه مستقبلها وهضرنا لان احنا مقبلين على 2025 كصفر ديال مقبل 2030 كاين بزاف عندنا مشاكل ديال النقص والجوانب تاع المدينه بزاف ديال المواضيع اللي كنناقشوا ولكن باش نبدا غنجاوبك على السؤال بحال ما قلت في الجلسه في الدوره ما يمكنش لا توجد اي وثيقه ومن المستحيل باش تكون جماعه او لا رئيسه للمجلس الصرف تحملنا لواحد المهرجان اللي خارج صوره هذه الجماعه بدون ما يدوز حتى شي قنوات ديال الجماعه راه باش كتصرف شي مغرف شي مبلغ مالي كتصرف شي جمعيه ولا شي لقاء راه كاين بزاف ديال القنوات راه ما عندناش الكلام باش كنبداو كنصرفو لكن النيفير ممكن دارو كاين لون كوموند كاين وثائق اللي كيمشي عند الخزينه العامه ديال الذكاء كاين بزاف الحوايج دونك هذا هذا السؤال سي لي مور الحسابات السياسيه اسمح لي سي عبد الرحيم الحسابات السياسيه اللي تينا قلتي ربما هي ما كتهمش كتهم الساكنه المدينه طنجه لا كتهم نظرا للكلمه اللي لقاها البارح السي تازي السي الوالي واللي قال ان هذه الحسابات السياسيه هي اللي كتاثر على السير ديال السياسه بالنسبه ل وما كتكونش دائما الاستفاده المباشره لا انا لا مصلحه بالنسبه لتا حاجه هذا اولا ما كاين لا اكبر العالم الوطني في المغرب هذا المصطلح ما عرفش شنو يخرج هذا كمشروع اللي كنا تذكرنا عليه ولحد الساعه باقي ما دارت لا صفقه لا تا حاجه هذاك المبلغ في الوليد فيه تجهيز الساحه فيه الاناره فيه واحد المدرب العالم اللي غيبداو العالم كان الطول ديالو هاد الواقيلا 25 متر اللي غيكون كيتشاف يقدر يكون كيتشاف من طرف اخرى شنو المكان؟ حدا 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 تمينال يمكن يتشاف من طرف وهذا كان الهدف من هذا واحد السيكار واحد الركبه اللي غادي يجي الناس كيعرفوا بان العالم ديال طنجة فينا هو راه كاين في المنطقة هذيك هذا مشروع بحال اللي قلت لك هذا كانت فكرة مشروع أخي ما كاين لا ماشي حتى شي حاجة وداك المبلغ راه ما كنقصدوش غير المبلغ ديال العالم المغربي بوحدته راه فيه عدة أشهر راه كاين إنارة تما كاين كاين تهيئة ديال الساحة كاين واحد الساحة اللي غتكون فيها فخار كاين مشروع متكامل ومن جهة غادي يوجد أنا طبعا غيتعرض داك الكروكي ديالو على الصفحة على الموقع ديال النشر اللي كنصافي دونك هذا دخل أكثر من هذا ولكن باش حنا 2024 باقي غادي نقبلوا على راسنا بنايات بدون رخص بدون ماشي جديد هذا ماشي جديد السبعينات التسعينات اللي كاين دابا السبعينات والتسعينات والسبعينات راه ما كانش كاين دابا اللي كنت في الشهاده كتعرف غير كنقول لك حنا ما يمكنناش نقبلوا على راسنا مدينه طنجه ان 2024 باقي عندنا هكذا شويه راه الفرق ما بين العشوائي المنظم والانسان كيخصو يكون عنده جرأه ويجيب الوثائق ديالو وياخذ المسائل ديالو سهله لا يبقى يتبع شي حاجه اخرى ولا راه القانون واضح والتسهيلات كاينه كاس الوعي الواحد المواطن راه القانون كيقول لك ان القلب من 64 متر ما يمكنش تبني فيها علاش كتمشي تشري الارض ب 50 متر واش 50 متر تقدر تبني فيها راه القانون كيقول لك ديك السبيو اللي كنعطيك انا من غير هذا المنظر ولا كنعتبر بان البنايه صالحه للسكن راه ما يمكنش واحد البنايه ما عرفناش يدخل فيها المهندس او لها 13 هو اللي بناها وعاد تتكعطيها انت المنظر وزيد ويطالبك بالرفض بالتطهير السائل ولكن واش ديك البنايه حقيقه مبنيه على القواعد ديال الوضع حنا كنخ هذا الشيء كامل حفاظا على السلامه ديال المواطن قد الله يحفظ تجي شي كنعرفوش احنا الدنيا شي كارثه وهذا الشيء كامل اللي طايح شكون مسؤول؟
اللي اعطاك الرخصه اللي اعطاك الشهاده البيراميدي اللي اعطاك الشهاده البيراميدي ممكن يكون كيطلبوا الزيادات العدادات فقط دار على البيسو التالت ما غاديش تعطيوها المكان ويجي هذاك السيد ويجي لنا التعقيق وكل شيء حنا شوف قبل كل شيء كنتم السلامة المواطن هذه كنقول لكم راه هاد التعقيدات راه ماشي جايه على حسابات اخرى على السلامة والجودة إذا رجعنا الفترة السابقة كما طرح رئيس الفريق اللي كانوا كيسيروا المجلس الجماعي حقوا ما بين 6 سنوات واحد الزيادة ديال 200 مليون درهم حنا في 3 سنين حققنا 330 مليون درهم إذا مشينا بهذه الوتيرة هذه يمكن في 2027 تكون ميزانية الدرجة فيها 1.4 مليار درهم ولا مليار وزيادة ونص مليار ونص هذا الشيء كيفاش غادي كسب المشاريع راه من هنا كنخرجوا المشاريع كل ما كانوا المداخل كل ما كيكونوا عندنا مشاريع أكثر كتتح لنا الفرصة باش نحققوا بزاف ديال الاتفاقيات اللي كنسلم كل دولة من كتصور الميزانية دونك هادو كيجعلنا كل ما حسنا الميزانية ورفعنا المداخل ديالنا بحال اللي قلنا في الصدق إلى الأقل ما تنساوش أن حنا كانت عندنا الجرأة باش نعطيو الصدقية فاتورة الماء والكهرباء كنعطيو الرد الحقيقي ديالنا كنغشوش ما كنديروش موازنة في الميزانية باش نغطيو هذا الكلام كما تعرفوا احنا من دخلنا في 2021 دخلنا على واحد الكريدي ديال الامانديس ب 40 مليار يعني 4 سنوات ما كانش كيتخلص الاداره العموميه جينا وخلصناها كامله ودابا حنا غادي كنخلصوا الفاتوره ديالنا هادو هما المصداقيه في الارقام هذا هو مفهوم هذه الميزانيه غتعكس ينعكس على المشاريع والمبادرات طبعا هادو المشاريع راه هما هذه غادي تكون دابا مشروع كنقول واحد مشروع يعني ماشي غدا غادي نمشي نبدلو راه كاين دراسات راه كاين بعض المرات كيكون هذا المشروع كيتطور لك اقتناء بالاراضي نزع الملكيات هذا واحد المسار طويل كتطور واحد السنين اما تنجح المشروع ملي كيكون عندك كل شيء لا 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 الوعاء العقاري لا كل شيء واجد ديك الساعه اللي كتنجزو راه عندك واحد المده اقل من المده اللي دازت في الدراسه دونك حنا خلينا نتفكروا كاين هذه الحافلة عالية الجودة اللي غتربط ما بين الغرفة ديال التضمان المركز الجامعي ديال سي اشو المعطر كذلك كاين التلفريك اللي دابا هما في الدراسة ديالو ديال السكة ديالو كاين بزاف ديال هاد المحاور ديال الداخل المدينة اللي هي عاود تم التحليل ديال بحال اللي قلتلكم الطريق ديال التضمان قرب مرجان يتم إعادة ذكر الشريط كامل بواحد نظرة جديدة مخالفة اللي بغينا نقول لكم غتكون الأولى في المغرب أول فكرة في المغرب كاين القطار اللي كيدور حتى هو هذا مشروع اللي جماعة تا هو غتساهم فيه هادو كلهم مشاريع قلق علاش كنقول هذا القلق؟ فرق الأغلبية المعارضة